متوقع ايه المباراه النهارده؟ 2-1 للاهلي ان شاء الله. ده فرح من عند ربنا يعني. ده يعني ربنا بيشيل كورونا ويحط مكتب الاهلي باذن الله. انا هنشيل 8-0 مثلا. ربنا يعني ممكن 1-0 للاهلي. نقدم مباراه حلوه بس طبعا النتيجه دي في علم الغيب، ولكن مش متشائم ومش متفائل يعني، فباذن الرحمن هنبقى مستوانا كويس. الصراحه الواقع بيقول ان البايرن هيكسب. الاهلي يعني كويس وكل حاجه، بس ايه الواقع بيقول ان البايرن عنده لعيبه كتير، نوير، توماس مولر، ليفاندوسكي، كيميتش، جنابري، لعيبه تقال يعني. مثلا محمد هاني لعيب كويس، بس ايه الجناح اللي يلعب عليه يا جنابري يا ثاني مش هيقدر يسد قدامه. تقول ايه لمروان محسن؟ مروان محسن تعالي يعني ما يلعبش الماتش ده، ربنا يصلح حاله ويروح نادي تاني هيلعب فيه عن الاهلي. ربنا يوفقه وان شاء الله اللي جاي افضل. بقول ربنا معاك وان شاء الله يقدر يحقق حاجه. كل اللعيبه واحد وكل الفريق واحد والمستوى واحد ان شاء الله. شد حيل شويه وركز شويه، هو يعني مهاجم كويس يعني، بس شد حيل كويس. لا واو بقى سوري، دي بقى اهم حاجات كتير، في حاجات هتبرع بيها يعني. لما الاهلي بيكسب بالذات ماتش زي كده مع البايرن يعني، ماتش مهم زي كده يعني، ان شاء الله تبقى فرح حلوه مع الاهلاويه كلهم. راح يعني باذن الله راح جدا طبعا، وفرق عصير اصلا. هو طبيعي لان الحاله النفسيه لعيبه الاهلي دايما بيثبتوا ان هم رجاله، ده اكبر فريق في العالم واحسن فريق في العالم. ان شاء الله مصر كلها تفرح النهارده.